معلش انا اعتذر معرفتش احضركم المحاضره بتاعت النهارده الرابعه دي الاربع، لان انا نفس جدولي بسبب الفيس تو فيس والاونلاين والمش عارف ايه والبرامج هو نفسه. معلش معلفش ان انا الاربع تبدا، انا بعتذر يعني يكفيكم تعرفوا ان انا جدولي النهارده، انا جدولي النهارده اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه. طبعا يعني مش عايز اقول لكم مش عارف هعديهم ازاي، بس انا جبت طقم ايلام واسطوانه اكسجين وظبط الدنيا على الاقل بحيث ان انا اقدر اكمل خمس مرات يعني. فانا كان اقتراحي اللي حاولت اعمله لكم هو ان احنا نعمل زي البرامج الثانيه، يعني مثلا سي مثلا انا هدي دلوقتي اول ثالثه حلو، فاحنا نصور دي وارفعها لكم تتفرجوا عليها، الناس اللي مثلا عندها رابعه بدل ما يستنوا يتفرجوا عليها هيشوفوا المحاضره كانها هي بالظبط. وممكن نعمل لو انتوا عايزين اونلاين سيشنز اللي عايز يسال في حاجات اجاوب عليها، بحيث ان انتوا ممكن تريحوا، ممكن تيجي مجموعه الاسبوع ده ومجموعه الاسبوع اللي بعده، شوفوا انتوا زي ما انتوا عايزين، انا مش فارق معايا يعني براحتكم. كنت عايز اريحكم، وطبعا المنظر اللي انتوا عاملينه ده في التباعد جديد عليا قوي، فشوفوا وبلغوني. طيب شويه في المنهج بتاعنا اللي هو الفانكشنز اوف سيفرال فاريبلز، اعتقد ان احنا المره اللي فاتت دردشنا وفهمنا عن ايه تفاضل، صح؟ مظبوط؟ المره اللي فاتت اتكلمنا في معنى التفاضل ولا انا ناسي؟ حد يفكرني كده ايه هو التفاضل؟ معلش. معدل التغير اللحظي بتاع الداله، يبقى انا عايز اعرف الداله بتاعتي بتزيد ولا بتقل وبتزيد بمعدل قد ايه وفي اللحظه اللي موجود فيها هنا. طبعا انت بتكتشف في الحقيقه في قانون التفاضل لو انت بصيت فيه، يعني بدري شويه عليا بس لو انت بصيت فيه كان كده صح؟ ليميت دلتا اف على دلتا تي، دلتا تي يقول لمين؟ للصفر، اللي هو يعني ليميت دلتا تي يقول للصفر ل اف اوف تي نود زي دلتا تي ناقص اف اوف تي على دلتا تي، صح كده؟ ده كان القانون بتاع التفاضل. حلو؟ اللي انت بمنتهى البساطه لما تبص على القانون ده تكتشف حاجه مهمه جدا، ان من غير الليمت مفيش حاجه اسمها تفاضل. دي حته جزئيه على فكره الطالب يعني الطالب كتير ما يعرفهاش، الطالب 90% من الطلبه اللي انا بقابلهم هو اصلا مش عارف هو بياخد ليمت ليه. صح؟ يعني هو بيعرف يعمل ليمت، انت بتقول له طير البسط مع المقام، حاضر طير البسط مع المقام، هو بيعرف يعمل ليمت لكن هو مش عارف اصلا ايه لزمه الليمت. صحيح؟ انا معاك طبعا في اصلا ناس بتوصل مش عارفه هي جت هندسه ليه، بس ده كاتيجوري تاني، انا بتكلم على الرياضه تحديدا يعني. تمام؟ فالليمت مهم جدا، من غير الليمت باشمهندس انت اصلا ما بتعرفش تحسب تفاضل، كل التفاضلات اللي بتعملها دي بيزد على ان انت بتفترض ان الليمت موجود، انك عارف تعمل ليمت وان الليمت موجود، بدون ما تعرف تعمل ليمت الكلام ده كله ملوش وجود، فدي اهميه الليمت. تمام؟ دي بس حته انا حبيت اقولها هنا توضح لك ليه انت بتدرس ليمت يعني. لكن احنا بنروح للفانكشنز اوف سيفرال فاريبلز، انا عارف ان انتوا في اعدادي خدتوا في النهايه بارشال ديفرنشيشن، صح؟ خدتوا يعني سريع كده، بس طبعا كان اونلاين. لا يعني انا مش فارقه معايا، انا بس بقول المعلومه كده عشان بس هي بتسجل بس لكن مش فارقه معاك. انت زي الطالب كده لما تقول له مش مهندس خدت كذا يقول لك يا دكتور بس ما فهمتهاش كانت اونلاين. لا لما كانت فيس تو فيس كنت بتفهم. فتعالوا ندردش شوية على الـ functions of several variables. يعني الأول يعني إيه function؟ يعني دالة، ما شاء الله أنتوا بتجيبوا كتير جدا. أنا خايف أسأل يعني إيه دالة لأن الرد هيكون يعني إيه دالة؟ يعني إيه دالة؟ دايماً خلي بالك من الحكاية دي، إن ومش الرياضة الوحيدة، خلي بالك إن أي علم دايماً طول ما ماشي يعمل classifications، بيصنف أنواع. بيصنف انواع عشان يعرف يتعامل معاها، اقصد وانت ماشي كده تسمع المعادله الخطيه صح؟ ثم المعادله التربيعيه، ثم المعادله التكعيبيه، ثم انتوا بتاخدوا فرع ثاني اسمه المعادلات التفاضليه الفرع الثاني، تمام؟ الناس بتعمل كده ليه؟ عمال يصنف صح؟ بيصنف عشان كل نوع من الانواع دي له تعامل معين، بعرف اطبق عليه خواص معينه، بعرف احله بطريقه فلانيه ما تنفعش للراجل ده، تمام؟ وده بعرف اعمل عليه العمليه الفلانيه اللي ما تنفعش تتعامل للراجل ده. فواحده من التصنيفات المشهوره الداله، صح؟ يعني ايه داله؟ دردش معايا مش هتصير حاجه غلط. يعني ايه ده؟ احنا غيرنا شويه شروط مش زي اي 10 على 10، هي علاقه بين متغيرات، ده اللي علاقه بين متغيرات، لكن انت لو وقفت هنا فانا هزنقك في الحقيقه، اقول لك يعني ايه ده؟
رقم من اكس واي يعني مش ده رقم من اكس واي تبقى داله. تقول لي لا يا دكتور استنى بس عندك هي دي علاقه بين انبوت واوتبوت او شويه متغيرات لكن عليها شرط. حد فاكر الشرط بتاع الداله؟ 10 10 لكل قيمه الاكس مفيش الا قيمه واحده والله. عشان كده بتلاقي الطقم ده من المعادلات جاي في مش في الكالكولس جاي في حته واحده مسمينها جيومتري صح؟ اللي هي البارابولا والدايره والاليبس والحاجات اللي انت لما تحط اكس تلاقي قدامك اكتر من وارد فعمليه بيدرسوها كاشكال ما اقدرش اتعامل معاها كدوال لان الداله بتقول كده لكل انبوت وحيد لازم يطلع قصادي اوتبوت وحيد. يبقى الداله هي العلاقه انت عايز توصف مثلا عايز تقول ايه؟ لو انا عندي بيم حديد وسخنت البيم ده الطول بتاعه هيزداد تبعا للحراره فانت شايف انبوت واوتبوت صح؟ الانبوت هنا هو مين؟ الانبوت هنا داخل الداله هو مين؟ هو الحراره. مين الاوتبوت اللي بيعتمد عليه؟ هو الطاقه اللي بتحصل في البيم ده. فانت شايف علاقه بين متغيرين بس ما تزعلش مني عمري ما هقول لك مثلا باشمهندس انا سخنت البيم ده مثلا لدرجه حراره مثلا 100 مش هتقول لي مثلا ايه ده طوله هيزيد وهيقل في نفس الوقت. مفيش حاجه في الدوال اسمها كده. لكل انبوت وحيد لازم يطلع فيه اوتبوت وحيد. لكن انت متعود على الداله اللي في سنجل فاريبل زي اللي انا شرحتها دي كده اللي هي الفولتج داله في الكرنت الاطاره داله في الحراره. دايما انت بتتكلم على ان واي داله في اكس او واي داله في تي دايما داله في فاريبل واحد. في الحقيقه لا اللي في الواقع مش كده. اللي في الواقع ان الداله في الحقيقه دايما بتبقى فيها اكتر من فاريبل فانكشن اوف سيفرال فاريبلز. اديك مثال بسيط. ساعتك صحيت النهارده الصبح قررت تعمل شاي اوكي فتعمل كوبايه شاي هنعتبر ان الميه كميه ثابته هتحط كميه ميه ثابته طعم الكوبايه ده هو الاوتبوت صح؟ بيأثر فيه كام انبوت؟ اثنين اللي هم هتحط قد ايه شاي هتحط قد ايه سكر صح؟ فالانبوت هنا بقى سيفرال فاريبل بقى عندي اكتر من فاريبل بيتحكم فيه الخارج اللي عندي ده تمام؟ وفي نفس الوقت خلي بالك انا عمري ما هحط كميه سكر وكميه شاي فانت المفروض تقول لي على ايه؟ دكتور الكوبايه دي مسكره ومره قوي خد خد ايه يا عم ده ايه ده ايه ده في ايه؟ ما يا اما مسكره يا اما مره ما ينفعش الانبوت الواحد يطلع قصاده الا اوتبوت وحيد الانبوت الوحيد يطلع قصاده اوتبوت وحيد خلي بالك تمام؟ فاحنا لو خلينا حتى مع المثال ده مثال صغير قوي يبقى احنا عندنا طعم الشاي ده هو ده اللي فيه السكر ايه ده قلتوا بالشاي تاني دي برضه؟ تي سمول والزمن يبقى طعم الكوبايه دي هيطلع داله في حاجتين في السكر وايه؟ كميه الشاي اللي انت تحطها مظبوط؟ جميل. طب انا لو حطيت هنا معلقه سكر ونص معلقه شاي ده كده انبوت وحيد ولا كذا انبوت؟ ايوه خد وقت لا في الحقيقه ده انبوت وحيد بس متكون من مركبتين ده اللي بتوع الرياضه بيسموه فيكتور ده فيكتور ده فيكتور وحيد بس متكون من ها مركبتين المركبه الاولانيه بتاعه الشاي والمركبه الثانيه بتاعه او السكر يعني المركبه الثانيه بتاعه مين يا جماعه الشاي فانا شايف داخل الداله دي فيكتور اسمه واحد واثنين فانا لو سالتك هو ده كان فيكتور هتقول لي ده فيكتور وحيد هو فيكتور وحيد بس جواه كذا كومبوننت تمام فالانبوت الوحيد ده لازم يطلع لي هنا قصاده مين برضه يا جماعه اوتبوت وحيد ولما نكبر شويه كمان شهرين ثلاثه نشوف ان الاوتبوت هو كمان ممكن يكون فيكتور بس برضه يطلع فيكتور ايه؟ وحيد يعني الداله يخش لها فيكتور من المركبتين يطلع برضه فيكتور بس برضه من مركبتين او من ثلاثه او من اربعه. كمان مثال ساعات تروح تشرب قصب جميل؟ فقعدت على قصبات القصب الراجل ده بيحط قصب وليمون ماشي؟ جميل ادي الداله الداله هي الماكينه دي داخلها انبوت انبوت من مركبتين القصب والليمون فالراجل ده هنفترض جدلا انه حط عودين قصب ومعاهم ليمون اوكي هيخرج من الداله دي كام اوتبوت؟ اوتبوت وحيد بس له كام مركبه؟ اثنين طب ايه مركبتين؟ كوبايه العصير لو تاخد بالك المكنه من بالجنب كده بتطلع الهرس بتاع القصب ده بتشوفوه بيطلع في الجنب ده اللي هو بيجيبه على الجنب ده يبقى اذا الراجل ده لكل انبوت وحيد هيطلع اوتبوت وحيد رغم ان الانبوت لوحده له مركبتين ممكن تبقى اكتر ممكن يكون الراجل ده هاي كلاس ما اعرفش بقى الناس اللي بعظمات القصب دي في الاماكن الكلاس اللي عالي بيعملوا ايه ممكن يكون بيحط حاجه ثالثه كمان بس عنده انبوت وحيد في المره الواحده بيحط انبوت وحيد ويطلع له برضه اوتبوت وحيد حتى لو كان له اكتر من كومبوننت صح؟ ممكن تبص لها مثلا المثال ده مش هيبقى دقيق قوي مش دقيق قوي بس يعني زي مثلا المصانع مثلا اللي بيخش لها قماش وزراير وسوست وتطلع لك
قمصان ومثلا وبدل وكده بطل مثلا نفس الفكره بيدخل له انبوت وحيد من كذا كومبوننت بيدخل له انبوت وحيد من كذا كومبوننت الغرض الوحيد بس بالداله ان انا ما بقتش سنجل فاريبل بقت سيفرال فاريبل في كذا انبوت ممكن يدخل عندي في كذا اوت ممكن يخرج من الحته الثانيه انا قلت الكلام ده صح لا قلت غلط لازم يبقى انبوت وحيد ممكن من كذا كومبوننت ويخرج او وحيد حتى لو كان من كذا كومبوننت تمام يبقى ده معنى كلمه فانكشن في الحقيقه طيب عايزين بقى نتعلم كل العمليات اللي انت اتعلمتها على فانكشن سنجل فاريبل ليه نتعلمها على فانكشن اوف سيفرال فاريبل نشوف يا عم الليمت بيتعمل ازاي نشوف التفاضل بيتعمل ازاي الماكسيمم والمينيمم بيتجابوا ازاي الحاجات بتاعت اللي احنا عملناها في اعدادي دي والتكامل بيتعمل ازاي ناخدها واحده واحده اول حاجه الناس بتحب تجربها في الدوال هي الرسمه لو انا عرفت ارسم الداله يبقى في الحقيقه كل اللي انت بتدرسه في الرياضه ده ممكن استغنى عنه يعني في سنجل فاريبل لو ده شكل الداله ادي تي اف اوف تي فارسم الداله زي الداله عامله كده ماشي يلا سؤال باشمهندس ماكسيمم فين ده باشمهندس المينيمم فين دي باشمهندس شايفني هنا الداله بتزيد ولا بتقل بتزيد باشمهندس الداله هنا بتزيد ولا بتقل بتقل باشمهندس يقول لك الداله دي موجب ولا سالب موجب حد احتاج يعمل حاجه رياضه؟ لا طب يا دكتور ده احنا كنا بنجيب الماكسيمم من احنا بنفاضل ونساوي صفر حبيبي طول ما الرسمه موجوده اجيب كل حاجه صح؟ الرسمه موجوده اجيب كل حاجه اجيب لك ليميت واقول لك ايه؟ ثانيه يلا ما ترخم عليك شويه ها دي تكمله الداله سؤال الداله هنا متصله ولا لا؟ لا عملت حاجه رياضه؟ تقول لي يا دكتور طالما الرسمه موجوده تعالى على جنب رياضه ايه؟ ما انا هبص على الرسمه اجيب لك كل حاجه انت عايزها من على الرسمه تقول لي امال حكه سوري الرز ده قرفني ليه وعمالين تعلمونا الرياضه وبتاع ما انا قرفك لان في اوضاع كتير الناس دي ممكن ما تكونش فاهم اصلا يعني ممكن تكون الرسمه مش فارق معاك اصلا انت بتشتغل انت بالايه؟ بالرياضه ده بخلاف ان انا هوريك حاجه ظريفه جدا لو انا خدت خطوه لقدام وتحركت من داله في 1 فاريبل لداله في 2 فاريبل فعندي داله زد مثلا بتساوي الجذر التربيعي 9 ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع دي داله في 2 فاريبل جميل؟ وحبيت ارسم الداله دي هتطلع لو جيت ترسمها هتحتاج كم محور؟ ثلاثة ليه؟ اثنين للانبوت وواحد للاوتبوت زي ما انت عملت هنا دي كانت نفس سنجل فاريبل احتاجت اثنين ليه؟ واحد للانبوت يا عم وواحد للاوتبوت فهنا اثنين للانبوت وواحد للاوتبوت جميل فيبقى انا محتاج اكس وواي وتحت في هنا دومين وهتلاقيني رسم الداله كده هتطلع رسمه فيه 3 دايمنشن صح؟ هتطلع حاجة عاملة زي كده، حاجة أنتوا كنتوا بيسموها بارابولويد بس ما توجعش بالك أهو. حاجة عاملة كده. تمام؟ تقول لي تمام يا دكتور، زي الفل ولا يهمني، حاضر. ممكن آخد معايا خطوة كمان قدام وأعمل دالة دبليو دالة في إكس وواي وزد. وعايز أرسم الدالة دي، يبقى أنت محتاج أربعة دايمنشن وأنت في الحقيقة ما تقدرش تشوف أعلى من ثلاثة والرسم كده بخ. عادش رسم. يعني ممكن يكون الرسم مش معاك لان هو ممكن يتعمل بس انت ما عملتوش صح؟ وهنا الرسم معاك على فكره الرسم هنا رخم مش حلو قوي لان انت راسم رسمه 3 دايمنشن على ورقه 2 دايمنشن صح؟ فانت مش قادر تلمح قوي دي سهله جدا لكن اديك مثال بسيط انت لو معكش الداله دي والرسمه دي مرسومه قدامك فانت مش قادر تتخيل ورا في ايه؟ صح؟ يعني انت لو مش عارف الداله دي هل انت عارف ورا في ايه؟ لا انت شايف الجزء ده بس انا مش عارف اتحكم في الداله دي سهله قوي دي اصعب شويه دي مش موجوده هنا لازم الرياضه تيجي ما عادش قدامك حل تاني صح فالميزه بتاعت الرياضه ان انت هنا ممكن تبص وتشوف اللي انت بتعمله له مينينج انت عارف يعني ايه داله متصله وشايف يعني ايه ليميت وشايف يعني ايه بيزيد ويقل فانت تعرف تطبق الكلام ده هنا حتى لو انت ما عندكش اصلا رسمه تمام طب جميل نخلينا هنا ودلوقتي واجهتنا المشكله ديت عاملين رسمه لدالة 2 فاريبلز فبنرسم 3 دي على ورقه 2 دي والرسمه رخمه مش عارف اطلع منها ده بشكل كويس فانا عايز طريقه ثانيه والله لا تشوف لي طريقه ثانيه امثل بيها الداله دي بعد اذنك وهديك مثال يمكن يبقى اقرب للواقع يعني انت تفهمه لانك في الغالب بتمر بيه كل فتره يعني مثلا هنقول ان ايه بعد ما خلصت دراسه الصيف جه فانت زي ما انت متعود تروح سويسرا تغير جو فرايح سويسرا بقى تتزحلق على التلج زي كل مره تعدي على البغل اللي في بيرن هناك وتفطر وتروح الجبل تاخد ايه التسع اربع جنيه بتاعك بتاع كل سنه ده تمام؟
فانت رحت الفندق، دخلت على الراجل بتاع الفندق، هات يا عم الخريطه بتاعت الجبل عشان بقى انا مجهز حاجتي بقى وعايز اروح بقى ازحلق شويه بقى، تمام؟ فالراجل راح مديك صوره الجبل، قال لك اتفضل اداك صوره له، صوره للجبل. فصوره الجبل مورياك مجرد بتوع انتوا بيسموه ايه؟ سايد فيو؟ سايد فيو؟ ايا كان، ايا كان، اليفيشن صح؟ اليفيشن. شايف انت اليفيشن الجبل، فانت شايف ده. تقول له يا عم الحاج، بس طبعا بالسويسري يعني، يا عم الحاج انا ما صح، الحاج ده صعب عليه شويه. انا لو طلعت فوق وحبيت انزل الناحيه الثانيه، ما يمكن الراجل ده بقى هتتبع عندكم هنا، تمام؟ يقول لك طب ايه المشكله؟ فانت هنا وقعت في المشكله اللي انا واقع فيها، ايه هي؟ انك جسم 3 دايمنشن او رسمه 3 دايمنشن مرسومه على ورقه 2 دي، فانت مش عارف تطلع الداتا اللي كانت سهله قوي ايام ما كانت الرسمه بالشكل ده 2 دي على 2 دي مبينه سهله. فالناس بدات تفكر نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نرسم، يعني نعمل ايه عشان نطلع الداتا دي للناس في رسمه 2 دايمنشن؟ طيب بص تعال نجرب انا وانت كده، تعال نجرب سوا. فقالوا ايه؟ طيب لو رسمنا رسمه 2 دايمنشن في الحقيقه مش هتاخد الا الدومين بتاع المساله، مظبوط؟ لان الدومين لوحده 2 دايمنشن صح؟ كده اكس وواي، وده الدومين بتاعك مثلا، ده الدومين بتاعك. انتوا عارفين يعني ايه دومين صح؟ ايوه هقول لك مجال والبلد، مجال والبلد نرجع ثاني لايه؟ تعالى. طيب اي داله، اي داله في الدنيا ليها قيم مسموح ان انت تعوض بيها في الداله دي، او قيم مش مسموح انك تعوض بيها في الداله دي. الف ب مظبوط. القيم اللي مسموح لك انك تعوض بيها في الداله ده احنا بنسميه الدومين بتاع الداله. الداله ممكن تخش على الناس دي، الداله ممكن تاثر على الناس دي، والخارج اللي هيطلع من الداله احنا بنسميه الرينج بتاع الداله. المثال بتاعنا زي ما هو، زي ما هو سعادتك رحت على عصاره القصب، فالراجل عمره ما في يوم من الايام مثلا في عصاره القصب دي مثلا ما هيحط مثلا فيها زلط، او مثلا ما يحطش فيها مثلا كمثرى مثلا. له دومين، هو له انبوت معين شغال عليه صح، والناحيه الثانيه بيطلع او بتوصله الناحيه الثانيه، ده هنسميه الدومين والرينج بتاع الداتا. ده بالبلدي مش سيء قوي يعني، تمام؟ طبعا مع احترامي لحاجات حضراتكم ساعات بتغلطوا فيها، يعني نتيجه التسرع شويه. حاجات زي ايه مثلا؟ زي مثلا انك تدي للطالب مثلا مساله، فتيجي في الاخر تقول له باشمهندس كذا 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 كذا، طيب فطلع معايا ايه يساوي المنهج؟ ايه يساوي المنهج كام؟ بصفر مش كده؟ لا ايوه تقول الصفر. مفيش حاجه اسمها ايه يساوي المنهج يا باشمهندس، مفيش حاجه عند الدكتور رياضه اسمها ايه يساوي المنهج اصلا. حلو؟ لان المنهج ما لهاش رقم. المنهج رقم؟ لا. فانت في الحقيقه ما تعرفش تعوض بيها جوه داله. طب ثانيه عشان انا عارف ان انت زعلت صح، انت قفشت مني كده، انا حاسس ان انتوا الراجل ده بوظ لنا ده انا جايب تقديف تمام. طب انا هديك، هسالك سؤال حلو قوي، سؤال حلو قوي. تعرف دومين الاي؟ دومين الاي عارفه ايه؟ دومين الاي دومين ها ار كله صح، كله بيخش جوه الاي. ده حلو جدا، بتهرس اي حاجه في الدنيا الاي صح. فدومين الاي كل حاجه اللي هو ده صح، ده دومين الاي صح؟ تقول لي لا 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 ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ قلت له معلش افتح الكود يعني اعمل كده، انت تقصد يعني؟ كده؟ كده مظبوط؟ تفتحوا بقى سوري، تفتحوا بقى ماشي ماشي كده مظبوط؟ كده مظبوط؟ كده؟ كده صح؟ طب انت كنت زعلان مني ليه؟ طب انا كنت قافل زعلان ليه؟ طب انا اسف بقى، لما هي اصلا السالب من النهايه مش في دومين الاي، بتكتب ايه والسالب من النهايه ازاي؟ ده انت جاي تقول لي يا دكتور انت غلطان، يا باشمهندس غلطان في ايه؟ طلع يا دكتور السالب من النهايه مش في دومين الاي اصلا. امال حضرتك بتحسب ايه والسالب من النهايه بصفر ازاي؟ مش حاجه اسمها ايه والسالب من النهايه خالص، في حاجه اسمها باشمهندس اللي هي احنا بنسميها ليميت. عرفت ليميت مهم في ايه؟ يعني انا دلوقتي بالليميت اقدر اقول لك انا ما كنتش اقصد كده، انا كنت اقصد ليميت اكس يقول لسالب من النهايه ايه اس اكس، ده بيقرب منين؟ من الصفر. وعشان كده عمرك ما ترسم ايه، انت حد فيكم عارف رسمه الاي؟ رسمه الاي رسمه الاي ما بتقطعش ليه؟ اكمل معاك شويه؟ تقول لي كمل زي ما انت عايز برضه مش هتقطع حضرتك، مفيش حاجه اسمها ايه وسالب من النهايه ده ليميت، دي عمليه ليميت خلي بالك لانها مش في الدومين بتاع الداتا.
فالحاجات دي انت لما كره ده يعرفك ليه احنا بنترخم عليه بالموضوع ده. لنا حاجه اسمها دومين الداله ورينج الداله. ليه؟ عشان عارف ان دي حاجات لا لا ده مش صح، ده ما يتعوضش هنا تمام. لكن طبعا في حاجات بتعدي ليها واحد على صفر بكام برضو يعني بتضحك عليكم مرتين ورا بعض. واحد على صفر بكام كده حضراتكم اصلا مش عايز واحد على صفر، ما فيش حاجه انت اللي بتقول اهو مش عايز واحد على صفر اصلا. ايه واحد على صفر المره النهائيه دي؟ ده انت لما كنت سوري بالله صح عيل صغير في اعدادي السنه اللي فاتت يعني كبرت وقت الطفوله صح، كان يقول لك ايه دومين الواحد على اكس، تقول له كل حاجه انا ما عدا الصفر. وبعدين ترد عليا تقول لي واحد على صفر المره النهائيه؟ حضرتك لو قلت لي واحد على صفر المره النهائيه فانا هعمل فيك حركه غريبه جدا. ايه هي؟ اذا صفر في المره النهائيه واحد ايه؟ مش واحد على صفر المره النهائيه حضرتك، يبقى صفر المره النهائيه واحد. انا وانا غلطان كده؟ طرفين في وسطين. فاللي حضرتك بتقولوه ده خلي بالك منه الله يكرمك. طبعا احنا في التصحيح يعني عشان بس ما تخافش انا في التصحيح مش حاسبك، بس لا انا بحاول ان انت يبقى عندك المعلومه الرياضيه دي. لا الحاجات دي يا حبيبي كلها ليميت، كلها ليميت، ودي اهميه الليميت واهميه الدومين. انا عارف ان الكميات دي ما ينفعش اصلا اتعوض بيها هنا، لكن انا بعملها بالليميت عشان اعرف لما ده بيقرب لي ده بيقرب لي صحيح؟ لكن ما تكذبش بالشكل ده. متفقين؟ فدي بس كانت معلومه سريعه عشان خلي بالكم من الكميات اللي انتم بتسموها كميات غير معرفه، بس انتم في الحقيقه بتحسبوها في الحقيقه. لكن تعالى نرجع هنا تاني، نرجع للراجل بتاعنا ده تاني. احنا مش جبنا كده اصلا. ايه المشكله؟ عندي رسمه في 3 دايمنشن، ده سطح، ده نديه سطح، وانا عايز السطح ده اشوف له تمثيل تاني. يعني انا عايز اقول للراجل ايه؟ انا عارف ان انا لو حطيت مثلا اكس بصفر وواي بثلاثه هتيجي هنا مثلا، هيبقى الخارج سوري. انا كده صح؟ صح. اكس بصفر وواي بثلاثه هنا. فلو عوضت اكس بصفر وواي بثلاثه هيطلع زد بكام؟ بصفر. وهكذا بقى، وعارف مثلا النقطه دي بتطلع خارجيه هنا والنقطه دي بتطلع خارجيه هنا. فانا عايز اقول الارقام دي للراجل من غير ما ارسم رسمه 3 دي. حد عايز يقترح عليا ولا اقول انا؟ ايه رايك؟ فانا هاجي هنا طب سهل سهل سهل. انا عارف ان خارج الداله هنا 3 صح؟ لما اكس بصفر واي بصفر الزد بكام؟ ب3. طبعا ملحوظه سريعه جدا عشان لو حد يعني مقلق وخايف يسال، هو الجذر ده موجب وسالب؟ لا طبعا. طب ليه طبعا وانا يعني بتكلم بقى وكده؟ ايه لا ليه؟ لان انا كاتب داله صح؟ والداله لكل انبوت قصاده خارج وحيد، يبقى انا اقصد ان موجب الجذر. انا اقصد انه هيطلع هنا موجب الجذر تمام؟ فانا لو عايز سالب الجذر كنت هكتب هنا سالب الجذر. يعني انا بتكلم على داله، حتى تاخد بالك ان انا رسمت الموجب بتاع الجذر بتاع الداله اللي فوق تمام؟ فانا هنا بتكلم، انا بس عشان لو حد يعني مكسوف يسال ولا حاجه، لا انا ما بتكلمش على الجذر اللي هو موجب وسالب داله في الحياه. فانا عايز اقول للشخص اللي جاي يتفرج اللي رايح الجبل بقى ده، عايز اقول له هنا قيمه الخارج الثلاثه. ممكن اعمل ايه؟ يعني ايه؟ ان هي بحيث ان احنا نعبر عن الزد بس على الاكس واي. طب انا عندي حق. طب الله يكرمك عسل. طب ايه رايك اعمل كده؟ ايه رايك اعمل كده؟ ايه رايك؟ اللي مش فاهم اقول لك اقصد انت عارف انا عملت ايه؟ انا اقول لك انا عملت ايه؟ كان خارج الداله عند صفر وصفر الثلاثة، فانا كنت بطلع عند ثلاثة واعلم عليه عشان انت تشوف ان هو ثلاثة. طب انا لما اطلع فوق واعلم عليه عند ثلاثة انا هقف عنده وهو كاتب عليه، فانا اقصد خلي بالك عند النقطة دي الخارجة انا هيطلع ثلاثة. تنفع؟ تقول لي يا دكتور طب كمان واحدة. طب اقول لك انا عارف ان الخارج هنا 2، فهعمل كده 2 ودي 2 اهو. ايه رايك؟ عند كل نقطه اكس وواي بدل ما هرسم الزد فوق هقف عند الاكس وواي اللي بيطلع 2 واكتب فوقها 2. حلو؟ فانا لو قلت لك باشمهندس اكس بواحد واي بواحد، تقول لي اكس بواحد واي بواحد زد باثنين. ده طبعا يعني لو هي ماشيه مع بعض. حلو؟ فبدل ما ارسم الخارج فوق رسمته على النقطه نفسها. تمام؟ مش كده انا عرفت المعلومه؟ مش ده اللي انت كنت عايزه؟ انت بس كنت عايز معلومه تعرف عند الاكس والواي دي خارج كام؟
فانا بدل ما نسمه على محور فوق كده قلت هو 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 يا عم لو النقطه دي المفروض طلع واحد اكتب عليها واحد والنقطه بقى اتنين اكتب عليها اتنين اكتب على النقطه نفسها خط الخارج عامل ازاي ماشي صدق عندي فكره احلى عندي فكره احلى ايه رايك ناخد كل النقط اللي الخارج بتاعهم باتنين ووصلهم كلهم ببعض واكتب على الكيرف مره واحده اتنين اعمل كده اعمل كده اعمل كده تقوم كاتب اتنينية واحده كده اهي اهي ساعتك فاهم حاجه دوت جميل مش فاهمين ايه مش فاهمين صح ايوه كده انا اعتبر ده سؤال إيه انت عايز رسمه الداله ليه عايز رسمه الداله ليه انا عايز اعرف مثلا لو انا اخترت النقطه اكس بواحد واي بواحد انا عايز اعرف الداله كام مش ده انت عايزه عشان بعد كده تقدر تتكلم على ايه هنا الداله بتسي هنا الداله بتقل هنا فانت انت عايز حاجه تقول لك لو اكس بواحد واي بواحد يعني الزد هيطلع مثلا بخمسه صح فاحنا عملنا كده في الرسمة على اليمين عملنا كده خدنا اكس بواحد واي بواحد وحطيناهم فوق عند الزد كام؟ بخمسه فانت لما تيجي هنا تقول ايوه يا دكتور كده معاك حق اخد الاكس بواحد الواي بواحد اطلع الاقي الزد بخمسه ايوه كده انا فاهم صح؟ اكس بواحد واي بواحد فانا اكتب لك هنا كام؟ خمس يبقى انت لما توصل لديك في واحد او واحد هتعرف ان الخارج كام؟ خمس طب ما انا عملت لك نفس التاسك بس على رسمه 2 دي ايه؟ صح؟ مش هي نفس المهمه؟ مش انا انجز لك اللي انت عايزه؟ دلوقتي سعادتك تقدر طب استنى ده انا هعمل فيه جميله حاجه ثانيه واحده انا هكمل معلش هكمل الراجل ده فهاجي الثلاثه هنا والاثنين هنا والواحد هنا والنص هنا والصفر هنا شايفني؟ جميل سؤال معلش سؤال لو انا اكس وواي جابوني هنا تعرف تقول لي الزد بكام؟ بصفر حد معترض؟ من غير احتاجت الرسمه ديت؟ سؤال ده اخر واحد شايفني؟ جميل شايف دي؟ انا اديتك الرسم الخريطه بس هو صعب شويه صعب سنه يعني اديتك الرسمه دي وسالتك باشمهندس ده جبل ولا حفره؟ سؤال صعب فكر شويه ده جبل ولا حفره؟ سيبك بقى ان انت في سويسرا ولا راكس ده انت هتروح سويسرا ولا هتعتبر فركز معايا ده جبل ولا حفرة؟ رد عليا وانا هعمل فيك يمين واسكت واحد تاني ليه؟ جبل ولا حفرة؟ جبل والله يا جبل واضح ان هو فاهم بس واحد تاني بقى ليه؟ عشرة لان انا لم احكي لحضراتكم صفر واحد تقول لي انت بتعمل ايه؟ انا حضرتك الخارج اللي انت شايفه انا بطبقه بقى بقلبه للعمل بقلبه لل 3 دايمنشن فانت شايف صفر ثم واحد كل ما تخش جوه ثم اثنين ثم ثلاثه سؤال شايفنا يا حبيبي؟ جميل هي الثلاثه ليه مش يعني صفر واحد ثلاثه طالعه على النقطه؟ ايه الله يكرمك دي مين دي بقى سعادتك؟ دي الخدمه بتاعت الجبل دي الخدمه بتاعت الجبل حلو فطلعها له عباره عن نقطه هي الوحيده اللي مطلعها ثلاثه مش حد طلع معاها صح؟ لكن الراجل ده في سفح الجبل ده كله صفر ده كله واحد ده كله اثنين دي الخدمه ثلاثه يا ابني حبيبي جميل سؤال دي اخليها ازاي حفره؟ اوكي ما يقول لك تسقيها خلي دي ثلاثه
2 1 0 او خليها سالب 0 سالب نص سالب 2 صح؟ صح؟ حضراتكم الطريقه دي لتمثيل خلاص بقى ناخد حضراتكم الطريقه دي لتمثيل الرسمات دي بنسميها ليفل كيرفز او ساعات بيسموها ليفل كونتورز. اعتقد اوي وارس حلو. انت عارف انا عملت ايه بقى في الحقيقه؟ اللي انا وانت عملنا عملت ايه في الحقيقه؟ انا عملت جبل، رحت للجبل وجبت سكينه. حلو؟ عارفين الجبنه الرومي؟ اوكي. رحت جايب سكينه على الجبل وعامل كده. تمام؟ فعند الارتفاع 2 مثلا يعني مثلا بتعمل كده. تك 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 تك. واضح يا بني ادم. كل النقط اللي انا قطعتها دي تشترك في ان هم كلهم خارجهم وقيمتهم 2 صح؟ فانا هقطع هيظهر لي هنا مثلا حاجه زي الدايره كده صح؟ اسقط دي تحت كده، اسقطها تحت كده، يبقى هي دي كل النقط اللي الخارج بتاعها كام؟ ب2 صح؟ سؤال، بس السؤال ده يعني هو مش واضح قوي، بس لما اجرب كده انتوا شكلكم فايقين، اما اجرب شويه كده. ناخد راجل طيب ده، شايفني؟ جميل. طب انت الاسم ده له معنى؟ يعني ليه سموها ليفل كيرف؟ يا سيدي لان كل كيرف من دول، كل كيرف من دول النقط اللي عليه كلها الخارج فين؟ ها؟ في ليفل واحد، كلهم خارجهم عند الاثنين، كلهم خارجهم عند الواحد، كل كيرف من دول بيمثل ليفل واحد من الليفلز بتاعي الزد، عشان كده سميناها ليفل كيرفز. تمام؟ طب ايه؟ لا السؤال ده حلو، لا السؤال ده حلو، السؤال ده ياخد درجتين اوفر عامل زي، السؤال ده حلو. هل ينفع وانا برسم الليفل كيرفز بتاع الداله ما؟ عيد تاني، هل ينفع وانا برسم الليفل كيرفز لداله ما ان 2 ليفل كيرفز يتقطعوا؟ لا. لا ليه؟ طيب خلاص ماشي خلاص ماشي، الدفعه كلها درجتين، حاضر الدفعه كلها درجتين، اتفقنا، ما تقلقوش اخدهم تاني. طيب مظبوط؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ مش لان ما ينفعش 2 ليفل كيرفز يتقطعوا، لان ما ينفعش 2 ليفل كيرفز لداله يتقطعوا. تقول لي انا مش فاهم ايه الفرق يعني؟ لا، لان انت قايل لي من دقيقتين ان الكل انبوت وحيد يطلع. فانت لو جيت قطعت لي 2 ليفل كيرف من دول ورحت عامل لي ان الواحد بيقطع النص مثلا كده، فانا هاجي هنا ايه النقطه اللي بتطلع شويه نص وشويه واحد؟ ايه دي؟ لا. لكن مثلا ممكن اشكال ثانيه الليفل كيرفز هتتقاطع صح؟ بس تتقاطع ده ممكن تنطبق على بعض، لو انت رحت الاسطوانه وعملت لها ها؟ ليفل اسطوانه وعملت لها تقطيع كده هينزلوا كلهم فوق بعض، بس الاسطوانه اصلا ما هياش داله صح؟ الاسطوانه ما هياش داله، لان ده شكل الانبوت له كذا اوتبوت ومنه مظبوط؟ لكن الراجل ده فعلا لكل انبوت وحيد لازم يطلع اوتبوت وحيد، ما ينفعش 2 ليفل كيرفز لداله. شوف انا قعدت ازعق كلمه داله، ما ينفعش 2 ليفل كيرفز لداله يتقاطعوا. وممكن على فكره انت حاجه عايز تسال؟ تمام. وممكن على فكره ان انا حتى من ليفل كيرفز اقدر اقول لك اذا كانت الداله دي بتزيد ولا بتقل وبتزيد بمعدل سريع ولا بطيء. يعني ايه؟ يعني بس طبعا الرسمه دي كلهم انا عاملهم كلهم شبه بعض يعني. لكن تيجي هنا مثلا تخيل ان انا جيت هنا وعملت ليفل كيرفز حاجه عامله كده مثلا كده بس، وقلت ايه؟ ادا 1 2 لا اوكي بي 1 2 3 4 مش فاهم. تمام؟ ورحت سنه لما قلت لك باشمهندس هنا الداله بتزيد اسرع فين؟ فين الداله هنا بتزيد وهنا بتزيد صح؟ وانت داخل وانت طالع من القلب لبره الداله بتزيد صح؟ فانت هنا بتزيد من 1 2 3 4، هنا برضه بتزيد من 1 2 3 4، هنا برضه بتزيد من 1 2 3 4 صح؟ لكن فين اللي المعدل زاد ساعتها اسرع؟ اللي معدل اسمع سؤال معلش، اللي معدل زيادتها اسرع فين؟ ده في الحين ده، لانك رحت من 1 ل2 فين؟ ها؟ حته صغيره جدا، من 2 ل3 حته صغيره جدا، بينما الراجل ده صح؟ بتحس دي حته من الجبل طلع عامله كده، طبعا كده مش جبل ده كده حفره بس مش فارقه يعني صح؟
بس الحته دي محسساك ان يعني 1 2 3 4 عامله كده صح؟ بينما الراجل ده 1 2 3 4 واخد وقته، فده بيزيد ده بيزيدك، انت بيزيد بايه؟ معدل اسرع، معدل اسرع، فهنا تلاقي التباطؤ بتاعه اعلى. مظبوط؟ طب جميل، يبقى ده الجزء الاول في الحقيقه اللي هو بتاع الليفل كيرفز، ازاي بقدر امثل داله في تو فاريبلز عن طريق رسمه تو دايمنشن. طب هو مين اللي ماشي. سؤال بقى من غير درجات، احنا مش هنستقبل بقى سؤال من غير درجات. سؤال مجاني، سؤال مجاني، داله في 3 فاريبلز معرفش اقسمها صح؟ على ايه؟ عشرة عشرة. طب تعالوا الاول هنا اوريكم حاجه ظريفه واحده واحده. المساله دي لو جات لي كده في سؤال وقال لي لو سمحت ارسم لي الليفل كيرفز بتاعت الداله، جايب كل المدن اللي لها ضغط واحد ها وموصلها بمين ها وموصلها بكيرف واحد، فباين له ان كل المدن دي الضغط عندها واحد وكل دول اثنين وكل دول ثلاثه وباين له كل دول خمسه، فباين له الضغط ده اقل من الضغط ده وهكذا. فالليفل كيرفز مشهوره جدا سواء في الخرائط بتاعه الجبال والحاجات دي او حتى في الابلكيشن زي دي. تمام، لكن ارجع تاني، لو انا عايز احل المساله دي كرياضه بقى، كرياضه جالي في الامتحان وقال لي لو سمحت الداله دي عايز ارسم لها الليفل كيرفز بتاعتي اعمل ايه بمنتهى البساطه؟ اعمل ايه لو عايز ارسم الليفل كيرفز بتاع الداله دي؟ اعمل ايه؟ عوض ايه؟ قول يا حبيبي. اوكي ماشي، ده ابروتش انا ممكن اللي انا قلته في حياتي. مظبوط، حصل ان انا اخد شويه اكس وواي واقعد اعوض واربط النقط اللي شبه بعض، بس ده هياخد مني مجهود شويه. عندنا حل تاني؟ اوكي، وده ابروتش اسرع شويه. يعني اعمل ايه في السد؟ مش فاهم. حاسس ان انت بتحوم حوالين ال زي الفل. بص حضرتك، طبعا الكلام اللي بشوفه ده كله صح في الحقيقه، بس الاصعب في الحقيقه هو يقول الابروتش ده هو الليفل كيرف. الليفل كيرف الواحد انا اسف معلش، هو بيمثل ايه؟ بيمثل كل النقط اللي لها نفس قيمه الزد صح؟ اللي لها نفس قيمه الزد صح؟ طيب ما انا هعمل حاجه حلوه جدا، اعمل كده تقول لي ايه كده؟ ثابت، هبقى اديله شويه خيم، خليه بس معاك، هديله شويه خيم، حلو؟ وتعالى ربع الطرفين، ربع الطرفين كده فيطلع اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 9 ناقص اكس تربيع، صح؟ حلو؟ اوعى تنسى حاجه، الكيرة داخل مكان مين؟ الله يكرمك، بس هو في الحقيقه هيبقى عباره عن ها؟ ثابت. دي معادله ايه؟ دايره؟ عين الدوائر. عيل الدوائر صح؟ عيل الدوائر، لا عيل الدوائر، هي دايره بس هي مش دايره واحده، هي عيل الدوائر صح؟ انتوا عارفين يعني ايه عيل الدوائر؟ يعني معدل الدايره فيها ثابت، كل ما تغيره يدي لك دايره جديده، ففي الحقيقه دي معدل عيل من الدوائر، لان كل ما تغير الكي هيدي لك دايره جديده. فانا هعمل ايه بقى عشان ارسم؟ تقول لي روح بقى حط الكي مره صفر مره واحد مره اثنين، هيطلع لك الشكل على طول. حاضر، يلا نحط الكي بصفر، الكي بصفر طلع صح؟ اللي هي معادله نص، سوري، دايره نص خطوها كام؟ 3. يبقى دي كده ويتكتب عليها، يتكتب عليها 3 ولا 0؟ ايوه يتكتب عليها 0 اللي هي الكي، اللي هي الله يكرمك 10 10. ثم اروح احط الكي بقيمه ثانيه ولتكن، انا طبعا اروح الاقي قيم يعني جذر 5، احط الكي بجذر 5. حلو؟ لما تحط الكي بجذر 5 ايه اللي يحصل؟ يطلع اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 4، ده نص خطوة 2، احط هنا جذر 5. نحط الكي ب 3 تمام؟ حط الكي ب 3 يطلع اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 0، دي معادلة نقطة 3.
بعض من الليفل كيرفز بتوع البارابولويد زد بيساوي جذر الترجيع القصير. فده كان رياضه يعني. حلو سهل جدا طبعا زي ما انتم شايفين. بشيل الزد واحط مكانها كي لان انا فاهم ان الليفل كيرفز ما هو الا ان انا بحاول ارسم مستويات الزد، زد بيساوي ثابت. لو حد مش فاهم حاجه يقول لي. حد في حاجه؟ ها؟ كله ماشي؟ طب جميل زي الفل. فاوعى تنسى ان الكي ثابت لكن الامتحان داخل مكان الزد، وعشان كده انا ما حطيتش الكي باربعه. صح؟ ولا نحط كي باربعه؟ طب انا اسف، هو انت بتفكر في الاربعه اه ولا لا بناء على ايوه يا بناء على رينج الزد صح؟ بناء على رينج الزد ما ينفعش احط الكي بره رينج الزد مظبوط؟ فانت عارف ان اعلى قيمه للكي هنا اللي هي تبقى اعلى قيمه للزد لو الاثنين دول بصفار اللي هي 3. فانت لو رحت تجرب وتقول طب اما احط كي باربعه ايه ده يا عم هيطلع هنا ايه؟ سالب لا ده شكل ملوش وجود في الحاجه صح؟ فانت بتنقل الكي بس بناء على الرينج بتاع الزد. الاجابه بقى الراجل ده قالها الاجابه الحلوه جدا بقى لما انا جيت اهزر معاه بقول له طب عايز الداله دبليو بيساوي اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع ارسمها فرض على ايه؟ دي ما تترسمش. ليه؟ لانها محتاجه فور دايمنشن لكن ممكن ارسم لها الله يكرمكم ساعتها مش هيبقى اسمه ليفل كيرف هيبقى اسمه ايوه ليفل سيرفيس صح كده؟ ليفل سيرفيس يعني اعمل ايه؟ يعني دي رسمه مالهاش وجود صح؟ لكن لو انا حطيت مره دبليو واحد هتطلع معادله كوره صح؟ ليفل سيرفيس واكتب عليه واحد واحط مره دبليو بتسعه هتطلع معادله كوره ليفل سيرفيس وبالتالي اقدر اعمل الداله دي ليفل سيرفيس في الحياه. طبعا هي مش بصوره الليفل كيرف ولا بحلاوتها يعني بس على الاقل كرياضه انا بفكر مع بعض اقدر اعملها مظبوط؟ وبعدين خلي بالك بقى ان انا بقى قدام شويه هترخم عليك ان خلي بالك بقى ان اي معادله زي دي هتقابلني قدام انا اقدر اقول لك على فكره يا باشمهندس ما دي ليفل كيرف بتاع ده الامان صح؟ حتى لو انا شغال حاجه ثانيه خالص يعني فاهم؟ يعني ممكن ابقى شغال في تطبيق ثاني خالص وهو اجي اقول لك ايه؟ ثانيه واحده المعادله دي الله 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 ما دي تنفع يتقال عليها ليفل كيرفز كرياضه ينفع يتقال عليها ليفل كيرفز صح؟ طالما اكس واي ومعاهم ثابت ودي ينفع يتقال عليها ليفل سيرفيس طالما اكس واي وزدته معاهم ثابت تمام؟ ناخد خمس دقايق رزق هي المفروض تخلص كام؟ واحدة وزد تاخد خمس دقايق رزق معلش خمس دقايق رزق شم الرزق شوية خد خمس دقايق رزق رزق يعني اعمل ايه؟ براحتك بقى اتكلم عشان ما كنتش انا قلت المعلومه بشكل غلط شويه. بصوا حضراتكم بدايه الاول تعالوا نقول ان للدوال في حاجه بنسميها ديبندنت فاريبل وحاجه بنسميها اندبندنت فاريبل صح؟ مين الديبندنت ومين مين الديبندنت ومين الاندبندنت؟ الديبندنت هو الخارج بتاع الداله. بيسموه ديبندنت لانه معتمد على الدخل في الحقيقه فتسمه ديبندنت. لكن الدخل ده اندبندنت لانه في الحقيقه ملوش دعوه بحاجه مش معتمد على حاجه حلو؟ فالديبندنت فاريبل ده الاوتبوت بتاع الداله حلو؟ بينما الاندبندنت فاريبل ده مين؟ ده الانبوت بتاع الداله. فالمثال بتاعنا الظريف ان سعادتك هتروح تعمل كوبايه شاي مين الاندبندنت فاريبلز؟ الشاي والسكر دول اندبندنت صح؟ يعني سعادتك بتحط معلقه شاي ومعاها معلقتين سكر، ثلاث معالق سكر، اربع معالق سكر، الاثنين دول مش معتمدين على حاجه ومش معتمدين على بعض كمان، دي مهمه جدا، مش معتمدين على بعض كمان دول اندبندنت. انا راجل ما بحبش السكر خالص، عملت شاي وصفر سكر. براحتك. في ناس بتحب الشاي تقيل، تلاقي واحد يقول لك اعمل لي شاي مش عارف ايه، الناس اللي هم بيسوقوا على الطريق مسافات طويله دول بيعملوا كوبايه بيسموها شاي حب. بس هو بيحط شاي على قهوه بس يعني بيحط شاي تقيل قوي. براحتك يا عم براحتك صح؟ دول اندبندنت فاريبلز في الحقيقه صح؟
لكن طعم الكوبايه اللي هيطلع لا ديبندنت، لانه هيعتمد على اللي انت هتحطه للدلو، صح؟ هتحط كوبايه معلقتين سكر او خمس معالق سكر هتطلع مسكره، ده ديبندنت. هتحط من غير سكر هتطلع مره، ده ديبندنت بقى. حلو، يبقى عندنا هنا لو زد سلف اكس وواي يبقى زد هو الديبندنت والاكس وواي دول هما الديبندنت. واضحه؟ والاكس هنا ملهاش علاقه بالواي، ملهاش علاقه بالواي. خلي بالك ان ده شويه هيضايقك، لان انت متعود ان دايما واي داله في اكس، انت طالع من اعدادي واي داله في اكس، فانت دايما متعود ان واي داله في اكس، صح؟ وحتى الفرع الثاني واي داله في اكس في الديفرنشال، لان اوردينري شغال على 1 فاليو، فانت تقعد لك بتاع 3 4 سنين على تقدر ان انت تلم الحته دي وتفهمها كويس، تمام؟ لكن اني anyway، لا هنا في السيرفر فاريبل اكس وواي مالهمش دعوه ببعض، مالهمش دعوه ببعض خالص. ولو دل في 3 فاريبل يبقى اكس وواي وزد مالهمش دعوه ببعض، ودبليو هو الديبندنت. طيب لكن اعيد الجزئيه بتاعت لكل انبوت وحيد اوتبوت وحيد، واضح ان انا قلتها عربي غلط، فتعالى عيد صياغتها تاني، او يعني شوفوا لو هي غلط نعيد صياغتها تاني. انا اقصد في الجمله دي ان امتى اقدر احكم على العلاقه اللي عندي داله ولا لا. فتعالى نشوف حاجتين. الراجل ده اللي هو واي تربيع بيساوي اكس، والراجل ده طبعا واي بيساوي اكس تربيع. فالحد من دول داله؟ ده داله، كلنا متفقين؟ بس ثانيه واحده، ده انا هنا لو حطيت اكس بخمسه هطلع 25، ولو حطيت اكس بسالب 5 برضه هتطلع. امال دي داله ازاي؟ اه يا حبيبي، انا اقصد ان لما تدي للداله انبوت واحد هتحطها انبوت، هترد عليك بكام انبوت؟ واحد. طب الانبوت ده ممكن يتكرر؟ اه ممكن، مع انبوت ثاني اه ممكن. بس السؤال اللي اقصده، لما انت هتروح للداله دي وتقول شيل اكس وحط 5، الواي تطلع كذا او كذا؟ لا كذا، ده دل. لكن هنا دي مش دل. مش دل ليه؟ لا هو واحد. اه لان انت هنا لو قلت لي اكس 25 اللي هي هنا، فانا ممكن اقول لك ده ممكن الواي تبقى 5 او طبعا دي لو انتوا واخدين بالكم هي الداله واي بيساوي جذر اكس، تمام؟ بس انا لما احب اخلي الجذر داله بعمل ايه؟ باخد واحد من الاثنين، يا موجب الجذر يا غالب الناس طبعا بتاخد الموجب دي، زي اللي انا عاملها من الاثنين بتاع زد بيساوي الجذر. فمقصودي بان كلمه ان الانبوت الوحيد، ما اعرفش كده بالعربي مظبوطه ولا لا، لو انت شايفينها عربي صح عدلوا لي يعني. فانا اقصد ان الانبوت الوحيد، الانبوت الواحد، خلينا الانبوت الواحد افضل، الانبوت الواحد اه دي ادق صح، الانبوت الواحد لو دخل الداله يخرج قصاده اوتبوت واحد، او ما انا مش عارف يا راجل بتقول ولا لا، بس عارف فهمت قصدي كده مظبوط؟ تمام. طب يلا ننهي المحاضرة بإيه يا فندم؟ لا لا ثانية واحدة، معلش أنا آسف. كلمة independent variables مش معناه إن متاح له أي حاجة في الدنيا، بس اللي أقصده إنه ملوش دعوة بالتاني. اقصد انا هاجي هنا عندي الام بتاع اكس وواي، خلينا في المثال الظريف بتاعنا ده هو ايه؟ الشاي والسكر. او تعالى حضرتك بما ان احنا قربنا على الاكس بطل، هنعمل كيك. هنعمل كيك مع الشاي والسكر، فكوبايه الشاي معانا، هنعمل كيك، هنحط هنا سكر. ايه؟ 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 سكر وفانيليا، سكر وفانيليا، صح؟ فالسؤال هتسؤالي بقى لو حصل فانيليا؟ ايه اللي دخلني في الحته دي؟ هنعمل شاي تاني، ليه دول اندبندنت فاريبلز؟ لان مفيش حد بيتحكم عليك، مفيش حد بيتحكم عليك، براحتك،
بمعنى ان انا حطيت معلقتين سكر ان انا مرضى بحط معلقتين شاي صح؟ فالاثنين دول مش معتمدين على بعض صح؟ ملهمش دعوه ببعض، ملهمش اندبندنت عن بعض، لكن ما ياخدوش اي قيمه. يعني انا مثلا ما اقدرش احط في كوبايه الشاي سالب معلقه سكر. ليه؟ لان الدومين بتاع الكوبايه السكر اكبر منها وبيساوي الصفر والشاي اكبر منها وبيساوي الصفر. فانا ما اقدرش احط حاجه بره الدومين. التلاته ليها دومين، ما ينفعش تحط فيها حاجه بالسالب صح؟ مظبوط؟ لكن اللي فارق مش دول، ملهمش دعوه ببعض. طيب يلا ننهي المحاضره بالليمت. تمام؟ الليمت في طبعا لو تاخدوا بالكم انا عمال اتكلم على الداله اللي في تو فاريبلز، السفر الفاريبل ممكن يبقى فيه 3 فاريبلز و4 فاريبل وكلام من ده، لكن انا بتكلم على الحاجات البسيطه، فانا بادئ الاول بال تو فاريبلز الاول. تمام؟ فاحنا لو عايزين ندرس الليمت في التو فاريبل، الليمت اللي في التو فاريبل في ميزه حلوه جدا انه صعب جدا. صعب جدا في الحقيقه، صعب صعب جدا في الحقيقه. فده بيخليني غصب عني مضطر ان انا اركز على مسائل او نوع اللي انت ممكن تحله في العادي. الميزه اللي اقصده يعني هو صعب جدا، فانا مش هعرف افتري عليك فيه، فانا هضطر ان انا افوكس على حته صغيره كده منه يعني. طب السؤال الاول، الاول يعني ايه ليميت الاول؟ السؤال مهم، يعني ايه ليميت؟ يعني ايه ليميت؟ مظبوط. الليميت في الحقيقه هو الكونسبت اللي طلع التفاضل والتكامل. يعني لحد ما كان قبل الليميت كده ما كانش في حد يعرف يعمل حاجه اسمها تفاضل ولا تكامل اصلا. استنوا، مش فاكرين التكامل؟ فاكرين التكامل؟ تكامل. فاكر فاكر بدايه التكامل كانت عباره عن ايه؟ مساحه قسمتها شويه مستطيلات، فاكتشفت ان انت كل ما عدد المستطيل بيكون كبير كل ما في ايرور كبير بين التقريب والمساحه الحقيقيه، رحت عامل ايه؟ مصغر المستطيل، صغر المستطيل، مصغر مصغر لحد ما خليت عرض المستطيل يكاد يقترب من الصفر. ليميت ليميت دلتا اكس يقول الصفر. فبدون ليميت مش حاجه اسمها تفاضل، مش حاجه اسمها تكامل، كل الكالكولاس ضيعت. تمام؟ لكن يعني ايه ليميت؟ الليميت بالظبط كده ان انا في جوار نقطه معينه جنب نقطه معينه بسالك الداله لما الانبوت يقرب قوي 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 للقيمه دي يا ترى الاوتبوت بيعمل ايه؟ تاني انا بسال الليميت لما عارف الليميت ده معناه ايه؟ انا بسال كده لما الانبوت اكس طبعا دي سنجل فاريبل، ها؟ سنجل فاريبل، دايما انا هحاول اشرح سنجل فاريبل الاول واروح تو فاريبل بعد. دي سجل فاريبل، فانا بسال كده بقول لك باشمهندس لما الانبوت بتاع الداله دي اللي هو اكس يقرب قوي 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 من الاثنين هيحف في الاثنين لكنه مش هيكون اثنين، مش هيساوي اثنين، لكنه هيقرب قوي من الاثنين. الداله فوق اخبارها ايه؟ هل هي كمان بتحاول تقرب لقيمه معينه ولا لا؟ ده معنى الليمت. وعشان كده بيواجهك في الليمت برضه في السنجل فاريبل كل ده ثلاث حالات مشهورة ممكن نعملهم كده. مثلا دالة عاملة كده، دالة عاملة كده، دالة عاملة كده، ودول ثلاث دوائر مختلفين طبعا صح؟ ثلاث دوائر مختلفين، ها؟ وكل ده كل ده عند النقطة اكس بيساوي اثنين. تعال نقول ان جي اف واحد اف اثنين اف ثلاثة. اف واحد هو انا بتكلم هنا في اف واحد، اف واحد يعني ليميت اكس هي قول لي الاثنين لاف واحد موجود ولا مش موجود؟ موجود. وتعال ندي ارقام عشان نسهل على نفسنا شويه. تعال نعتبر ان القيمه دي 5، القيمه دي 10، القيمه دي 15، والقيمه دي هي 20. يبقى سعادتك بتقول ان ليميت اكس بيقرب للاثنين لاف واحد موجود، صح؟ حد معترض؟ موجود وقيمته 5. ليميت اكس بيقول الاثنين لاف 2 مش موجود، مش موجود.
طب واحدة واحدة بقى. واحدة. سعادتك انا سامع ان سعادتك بتقول يا دكتور الليميت مش موجود لان الدالة مش متعرفة عند الاثنين. صح؟ فانت تقصد ان اف هو باتنين مش موجود. صح؟ والكلام ده موجود. صحيح؟ اف هو باتنين مش موجود. لكن الليميت موجود. انت لما انا سألتك عن الليميت على فكرة وقلت لك باشمهندس ليميت اكس بيقرب من الاثنين ما قلتليش ان انت هتروح تجيب لي قيمه الداله عند الاثنين. انت قلت لي انا هروح اشوف لما الاكس تقرب للاثنين هل الداله فوق بتحاول تقرب لنقطه ولا لا. صح؟ فانا لو مشيت على كلامك اللي انت بتقوله فانا هعمل كده اكس بيقرب للاثنين. طبعا انا ما قداميش ان انا اقرب للاثنين الا مره من اليمين اهو. فانا هاجي من اليمين بقرب من الاثنين اهو. طلعت ابص على الداله لقيت الداله ماشيه ماشيه تحس انها رايحه لل 10. ما سكتش قلت ده في سكه ثانيه للاكس بيساوي 2 فرحت جاي من على الشمال من على الشمال بقرب طلعت فوق لقيت الداله الله دي برضه بتقرب على 10 يبقى الليميت موجود وقيمته 10. يا دكتور بس التعريف مش موجود. التعريف مش موجود بس الليميت موجود وده يخلي الداله دي مش متصله. فاكرين الاتصال؟ ايه شروط الاتصال؟ ان الليميت يبقى موجود وان تعريف الداله يبقى والاثنين يساووا بعض. الله يبقى اذا تعريف الداله غير الليمت بقى ده الراجل حط دي في شرط ودي في شرط الراجل بيقول لك يبقى الليمت موجود ويبقى التعريف موجود لو كان التعريف هو الليمت ما كانش بعاده عن بعض في الكلام صح؟ لكن بيقول لك الليمت موجود والتعريف موجود والاثنين بيساووا بعض عشان كده دي متصله لان يعني الليمت موجود والتعريف موجود والاثنين. فانا حتى اترخم عليك اجي الداله دي واحط تعريف هنا كمان اهو انت الليميت موجود برضه بس ما هياش متصله لان التعريف مش بيساوي الليميت. صح؟ يبقى هنا الليميت موجود؟ هنا الليميت موجود؟ موجود. هنا الليميت موجود؟ لو دي داله واحده؟ لا طبعا. لا طبعا. ليه لا طبعا ليه؟ هتيجي انت من اليمين تلاقي الداله بتقرب لل 15، تيجي من الشمال تلاقي بتقرب لل 20، طب على بعضها بتعمل ايه؟ اسف على بعضها لا. اعرف اقول لك اليمين لوحده بيعمل ايه صح؟ يعني الليمت من اليمين لوحده موجود، الليمت من الشمال لوحده موجود، لكن الداله على بعضها لا 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 يعني بتقرب لايه دي؟ مش بتقرب لحاجه، حضرتك الليمت هنا مش موجود. تمام؟ تقول لي طب حضرتك الليمت زي الفل اهو، ايه المشكله اللي انت عملته لنا الليمت اللي هيبقى في السيفرال فاريبل هيبقى صعب ليه؟ ما انا هشرح لك صعب ليه. ده الدومين في السنجل فاريبل، صح؟ ده الدومين عباره عن خط. خط. وانت رايح تقرب للنقطة اكس بيساوي 2 تقول الاثنين. هروح انا للسيفرال فاريبل فمفاجئ بالاتي ان الدالة زد بتساوي اف اوف اكس وواي وليكن اكس تربيع واي اكس اس 4 زائد واي تربيع. دالة زي دي مثلا. رحت جاي بقول لك باشمهندس انا عايز احسب ليميت اكس وواي بيقول لصفر وصفر للدالة دي. هيبقى الدومين لوحده تو دايمنشن، الدومين لوحده تو دايمنشن. حضرتك اللي انا رسمه ده الدومين، انا ما رسمتش الداله مش مرسومه هنا صح؟ يعني هنا ده كان ده الدومين وده الرينج، ده لوحده ده 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 الدومين وده الرينج. الرسمه دي كده ده الدومين. ده الدومين بتاعنا. الرينج فين؟ المفروض يبقى فيه سطح فوق فوق كده فاكرينه؟ زي الراجل بتاع الجبل ده. ماشي؟ حد شايف صعوبة حساب الليمت ده؟ بس أنا بدور على حد معلش يعني حضراتكم رديتوا معايا قبل كده فأنا عايز أدردش معانا. هشرح لك الصعوبة معلش، تعال ارجع هنا تاني، تعال ارجع هنا تاني كده. لما هنا الإكس بتقرب للاتنين بتقرب منين؟ يعني من اليمين يا من الشمال. فلو الاتنين دول ساووا من بعض يبقى الليمت موجود، لو اختلفوا عن بعض الليمت. جميل، أنا جيت هنا ده الدومين بتاعي. حلو؟ ومن الحاجات الظريفه اللي تعجبك ان الداله دي مش متعرفه عند الصفر وصفر اصلا. بص على الداله كده. شايف الداله؟ الداله مالهاش قيمه، مالهاش تعريف عند الصفر وصفر لانهم من اصفار المقام. بس انا رايح اترخم واحسب ليميت عنده النقطه اللي الداله مش متعرفه فيها اصلا. حلو؟ جميل. فالوقت انا عايز اقرب النقطه صفر وصفر. وده كله الدومين بتاعي ها؟ والباقي كله شغال. عايز اقرب الصفر وصفر. قدامي كام؟
طريق عدد لا نهائي من الطرق. مش انت عايز تمشي جوه الدومين وتوصل لصفر وصفر؟ حاضر اهو. عايز تروح لصفر وصفر؟ حاضر اهو اهو اهو. لا اهو كيرف تربيعي اهو ساين اكس اهي. عندي عدد لا نهائي المسارات اللي ممكن يوديني النقطه دي. فعشان اثبت لك ان الليمت موجود لا يعني اعملها ازاي صح؟ ما اقدرش اعدي على المسارات دي كلها. طبعا ممكن اثبتها رياضيا. هشوف كده لو انا يعني لما مزاجي حلو مره ممكن اعملها لكم في وارفعها لكم برضه فيديو كده يعني اللي نفسه يتفرج عليها لانها حته رياضه حلوه. عارفين بتوع رياضه لما يقول حته رياضه حلوه يقصد انها حته رياضه صعبه. تمام؟ ده اللي اقصده يعني. فهي حته شيك شويه، حته عايزه مزاج لو واحد عايز يتفرج عليها. ان انا بعملها بالتعريف اللي هو بتاع المقياس بتاع الليمت له تعريف حلو صراحه بس يعني يمكن يكون فيه عليكم سنه. فما اقدرش اثبتها بالمسارات في الحقيقه عشان اثبت لك انها موجوده. دي كانت سهله قوي ده لو بيساوي ده موجوده. لكن الاسهل في الحقيقه ان انا اثبت ان الليمت مش موجود. لو هو مش موجود يعني مش رخم عليه واخليه مش موجود. لو هو مش موجود اسهل لي ان انا اثبت انه مش موجود. ليه؟ لان انت بس محتاج ها مصارين بس يختلفوا صح؟ مصارين بس يختلفوا. ما انت عشان يبقى الليمت موجود المفروض اللا نهايه دول كلهم يطلعوا نفس النتيجه. طب لو واحد بس خلف عن الثاني يبقى الليمت كله؟ فيبقى الاسهل عليا ان انا اثبت الليمت مش موجود في الحقيقه. هدور على مصارين كده لحد ما اعترف اثنين هم مختلفين اللي مش موجود هو واحد. تمام؟ عشان كده زي ما بقول لك نتيجه لصعوبه المساله دي فانا تلاقيه يعني بركز قوي على شكل شبه دي وبجيبه بصيغه ستاندرد قوي. بعمل كده بقول في السؤال شو ده شو ده the following limit does not exist. يعني انا مش بقول لك باشمهندس روح شيك على الليمت ده موجود ولا مش موجود. انا بقول لك الليمت ده بس عشان خاطري ممكن توريني مش موجود يعني وريني كده. فانت بقى هتفكر تعمل ايه؟ تختار مصارين يطلعوا ليمتين مختلفين تقول لي يلا اهو اهو يلا سلام عليكم. وانا في الغالب بتعمد ان انا احط المساله إيه؟ انا مش متعود اعمل كده بيني وبينك بس لان زوجي بس اصعب. انا بحاول اقول لكم انا هعمل ايه يعني. بحاول احط المساله بحيث ان انت هتفكر في مسار واي داله في الاكس هيخلي البسط يختصر مع المقام. اقول تاني عشان انا اخلي المساله دي سهله عليك في انك تخلصها لانها على فكره رخمه يعني صعبه والباورز مش صح. فانا دايما هحاول ان انا اظبط المساله بحيث انت لو اخترت مسار معين هتكتشف انك تقدر تختصر البسط مع المقام فتبقى سهل عليك شويه. حد شايف المسار اللي انا بحكي عليه؟ اقصد بكلمه المسار واي داله اكس يعني. واي بيساوي اكس تربيع. شايفينه واي بيساوي اكس تربيع؟ حلو جدا. ليه؟ لانك لو اخترت واي بيساوي اكس تربيع هيخلي دي اكس اس 4 ودي كمان فتقدر انك ها تخلص القصه دي بسهوله. تمام؟ طيب حد عنده مسار تاني؟ بس انا عايز مسارين يختلفوا. تقول لي يا دكتور ما هي واضحه ان الاكس لازم تكون اكس تربيع صح؟ ما هو مفيش اكس يعني واي ايه اللي هتروح تاني غير الاكس تربيع؟ طب ايه رايك خليها واي بيساوي 2 اكس تربيع؟ ما هو مسار مختلف. تقول لي معقول هيطلعوا ناتج مختلف؟ نجرب. تعال نجرب مره واي بيساوي اكس تربيع ومره واي بيساوي 2 اكس تربيع. يمكن يعملوا فينا كبيره ويختلفوا ويبقى الليمت مش موجود بقى ونمشي وخلاص. تعال نجرب كده بسرعه. هنحط واي بيساوي اكس تربيع. يبقى ليميت اكس اس 4 على اكس اس 4 زائد اكس اس 4 صح كده؟ ليميت فين واي؟ حضرتك عوضت عنه صح؟ حضرتك لما خدت المسار واي بيساوي اكس تربيع اللي طبعا لازم يكون بيعدي على النقطه ولا ايه صح؟ باخد مسار يعدي على النقطة. ما هو مش ماشي اي مسار بس يعدي على النقطة. ما تاخدش مسار مش بيعدي على صفر وصفر. لكن لما انت عملت تعويضه مكان الواي انت طلعت الواي بره صح؟ وبقى الليمت كله في مين؟
فليكس بدليل انت مش شايف هنا تقول لي بس انت رجعت في ملعبي بقى تعالى لي ليميت بقى في سنجل فاريبل تعالى بقى تعالى جميل بيطلع الليميت بكام؟ ونص والمسار الثاني واي بيساوي 2 اكس تربيع يبقى ليميت لو حطينا واي ب 2 اكس تربيع يبقى 2 اكس اس 4 على اكس اس 4 زائد 4 اكس اس 4 صح كده؟ يطلع بكام ده؟ يبقى الليميت مش موجود. تقول لي طب ايه رايك يا دكتور بقى؟ هعملها لك في خطوه واحده. في خطوه واحده مش هتعمل ده في خطوتين؟ اه انا هعملها في خطوه واحده. ازاي؟ يقول لي ايه رايك هعمل كده؟ ايوه انتوا فاهمين انا عملت ايه؟ عملت عدد لا نهائي من المسارات لان ام ده ثابت ممكن احط 1 2 3 4 5 لو طلع الليمت بيعتمد على الام يبقى بالتاكيد الليمت ده مش موجود لان كل ما اغير الليمت كل ما الخارجه هتتغير تعال نجرب يلا بسرعه يبقى ده ليمت اكس تربيع في ام اكس تربيع تبقى ام اكس اس 4 صح كده؟ وتحت اكس اس 4 وهنا ام تربيع اكس اس 4 مظبوط؟ عشان يطلع ده في الاخر قيمته ام على 1 زائد ام تربيع وبالتالي كل ما اغير الام كل ما الليمت هيختلف يبقى الليمت ده ملوش وجود ماشي؟ نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.